معالي الرئيس، أصحاب السعادة، يأتي برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس تحت شعار من التعافي إلى النمو المستدام، متسقاً مع الأهداف الوطنية المنشودة، وذلك ضمن مسارات العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين، والتي اختطتها الحكومة لمزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن وللمواطنين. وقد روعي عند إعداد البرنامج تنظيمه ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات وتقديمها باستدامة وتنافسية وعدالة وبمزيد من الابتكار والتطوير وفق أعلى المعايير. لذا فإن هذا البرنامج يتكون من 10 أهداف وثلاث أولويات سيتم تنفيذها من خلال مبادرات عدة موزعة على 5 محاور تغطي الجوانب السيادية والتشريعية والبنية التحتية والبيئة والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية والخدمات المجتمعية، إضافة إلى الأداء الحكومي والتحول الرقمي. ولقد تبلورت أهداف البرنامج وأولوياته ومحاوره مما ورد في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والخطاب السامي لجلالته خلال تفضله أيده الله بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس، والذي يعد خارطة طريق لما سنتقاسمه من عمل وما سنتحمله من مسؤوليات وطنية مشتركة خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تستوجب منا تحديد الأهداف بدقة وترتيبها بالشكل الأمثل بما يتلائم مع متغيرات الواقع والتكيف مع مستجداته، وبما يمكننا من الاستعداد التام للمرحلة القادمة بما تحمله من تحديات، كما يجسد البرنامج خلاصة سلسلة من ورش العمل التي شارك فيها الجسم التنفيذي للجهاز الحكومي بمختلف مستوياته، والتي عقدت تحت عنوان التطلعات المستقبلية. ومن هنا فإن الحكومة تؤكد استمرارها في القيام بدورها المتمثل في تعزيز أمن واستقرار المجتمع وترسيخ حريات أفراده وحماية حقوقهم وتطوير التشريعات المواكبة لمسيرة التنمية الشاملة وضمان استدامة البنية التحتية والتركيز على المبادرات والمشاريع المعززة لمستويات الأمن الغذائي والعمل على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وتسهيل الإجراءات الجاذبة للاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والارتقاء بأداء التعليم والتدريب ورفع فاعلية هذه المنظومة وتوجيه نتائجها الإيجابية لرفع المستوى المعيشي وتقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة ودعم قطاع الشباب والرياضة وتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال العمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه ونشر التوعية وتعزيز الثقافة من خلال وسائل الإعلام وتشجيع الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها ودعم كافة الجهود المعززة للتحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية. إننا اليوم وإذ نقبل على مرحلة جديدة من العمل الوطني لنؤكد الحرص على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج لصالح المواطنين. ختاما نسأل المولى عز وجل
أن يعيننا وإياكم على حمل أمانة المسؤولية وخدمة هذا الوطن الغالي وكافة أبنائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.